معاها اوبتمايزيشنز وتجديدات لغايه ما وصل في الاخر اللي احنا عملنا فابريكيشن او يعني عملوا فابريكيشن لشيبايه حقيقيه وعملوا لها تيستنج وخرج فعلا اول بروسيسور من جامعه المكتبه. الكلام انا بقوله ده هنفهم بالظبط معناه وزن الكورس ان شاء الله، بس انا حابب اتعرف على يعني خبراتكم المختلفه. ف يعني كم واحد هنا مثلا درس لغات برمجه؟ عارف كويس سي سي بلس بلس ولا جافا؟ سي بلس بلس سي بلس بلس سي بلس بي سي يعني اهم حاجه يكون بي سي او سي بلس بلس. طيب كلكم حاسبات او اتصالات ولا في اقسام مختلفه؟ تمام. يعني هو ان شاء الله يعني نوضح تمام، بس يكون عندنا خلفيه كافيه عن البروجرامنج لانجوج عشان نحاول دلوقتي ننزل من تفكير من هاي ليفل لانجوج بنفكر كالجوريزم بنفكر ازاي نعمل امبلمنتيشن ناحيه السوفت وير. تمام. دلوقتي انا هنزلكم في حته مختلفه خالص، انا هنزلكم ناحيه الهاردوير، ازاي اعمل هاردوير امبلمنتيشن من الالجوريزم اللي انا فكرت فيه. فنحاول وزن الكورس ان شاء الله وزن اليوم النهارده اللي احنا نبتدي نبان افكارنا او نعمل يعني زي مابينج افكارنا بحيث ننزل ونفكر ازاي نعمل هاردوير امبلمنتيشن لالجوريزم معين. الكورس كونتنتس او اللي احنا هنتكلم عنه بصوره عامه وسريعه النهارده الانتدكشن، هندي انتدكشن سريعه للدي اس اي، بعد كده هنختار منها البروجرامبلوجيك ديفايسز، هو اكثر من نوع طبعا الدي اس اي زي ما هنشرح، هنختار منها البروجرامبلوجيك ديفايسز ونتكلم عنها ان مور ديتيلز، بعد كده هنشوف هاردوير سويفت لانجوجز هي اللانجوجز اللي احنا بنكتب بيها او بنوصف بيها الديزاين بتاعنا عشان خاطر تنزل على الهاردوير. بعد كده هناخد الديزاين فلو، واللي كل طبعا عنوان من العناوين دي هو يعني ممكن نتكلم عليه فيهم لوحده او يعني نحتاج سيشنز عشان نغطيه. فاحنا هندي النهارده افكار سريعه بحيث كل واحد فيكم عارف الكي ووردز اللي ممكن يعمل بيها سيرش او سيرفيز عشان خاطر يكمل في تراك معين. تمام؟ طيب هنقول فايف ديفينيشنز. أول حاجة هي الـ DLSI. الـ DLSI هي Very Large Scale Integration. هي تكنولوجي. في الآخر الـ DLSI هي تكنولوجي. التكنولوجي إن أنا أعمل أكثر من موديول أو فانكشن على سيمي كوندكتور ماتيريال. تمام؟ أنا عندي شباية، شباية اللي هي تتحط في الـ Television الحاجات دي كلها، شباية بنزل عليها أكثر من موديول بتعمل فانكشنز مختلفه. تمام كده؟ فهي دي التكنولوجي بتاعت ال دي اس اي. الانتجريتد سيركت هي الشبايه نفسها. هي حته السيمي كوندكتور ماتيريال اللي عليها ديفرنت موديولز بتنفذ فانكشنز مختلفه. ماشي؟ الويفر زي ما بتشوف دلوقتي هي مجرد تعريفات، احنا هنخش في الديتيلز بتاع الكلام ده كمان شويه. الويفر هي فيري ثين سلايس من السيمي كوندكتور ماتيريال اللي انا بستخدمها عشان انزل عليها او ديزاين عليها الموديل بتاعي. تمام؟ بالشكل ده تقريبا بيبقى كل مربع من المربعات دي بيبقى عليها ديزاين بيؤدي فانكشن معينه. فور اكزامبل انا هقول ان انا مثلا اللي انا عامل هنا امبيدد بروسيسور يونت بعمل لها فابريكيشن زي السي سبارك او اللي احنا بنتكلم عليه من شويه، فهتلاقي كل الشتات دي كل المربعات الصغيره ديت هي بتمثل امبيدد بروسيسور اسمه سبارك بروسيسور. ماشي؟ بعد كده ابتدي اقطعها حته حته واعمل لها باكجينج عشان خاطر تطلع الصوره دي ازاي. يبقى الشبايه دي في الاخر لو حطيتها مثلا في مادر بورد او في حاجه معينه هتلاقيها بتمثل تعمل لي بروسيسور جيم تبع للسبارك ستاندرد زي ما بنتكلم. المربع الصغير ده اسمه داي اللي هي سنجل سيركل زي ما هو مكتوب كده اهوت. بعد كده بعد ما بخلص الويفر دي كلها بعمل لها تيستنج بيطلع جزء من الدايز دي فيها مشاكل. فنسبه الدايز السليمه للنسبه الكليه بتاعت الدايز ده بنسميه اليلد. اليلد ده فاكتور مهم جدا في البي اس اي ده انا بحدد بيه ايه مدى
طبعا كل ما التكنولوجي كل ما كانت جديده، يعني كل ما التكنولوجي بتاعتي بقت جديده كل ما الليفل ده بيبقى قليل قوي وبيرتفع مع الوقت. انا ببقى عايز يرتفع ليه؟ لان هو في الاخر نسبه الجود دايز اللي طالعه عندي سليمه هنا هو بالنسبه الكليه، فكل ما عندي النسبه دي كل ما كان الدايز اللي فيها مشاكل قليله. واخدين بالكم؟ هو التستنج بيحصل قبل الباكجينج ولا بعد؟ بيحصل مرتين، قبل الباكجينج وبعد الباكجينج. بعد الباكجينج بيحصل ايه؟ بعد الباكجينج انا ممكن بعد ممسك الدايز نفسها واوصلها بالديماند بتاعت الاي سي يحصل مشاكل الكونكشن نفسه، فلازم يحصل يحصل تستنج بعد كل فيز. هنرجع شوية لورا ونشوف الفريق بتاع الجينيس وايزر انزل. سنة 47 تم اختراع المدرسة دي، كانت نقلة كبيرة قوي في عالم الالكترونيكس، بس كان المدرسة طبعا بالحجم اللي انتم شايفينه ده. ونتخيل ان كل ترانزستور او كل انتجاري كان بتعمل موديول واحد بس، يعني مثلا انا عايز اعمل اديشن فانا هجيب مجموعه من الترانزستورز اللي هم دول واحطهم جنب بعض تمام، واعمل ما بين على برنتد سيت بورد واعمل ما بينهم انترفيسنج سواء بقى بكوكسيال كيبل ولا بان ترانسميشن لاين، وبعد كده بقى خلصت الاديشن. لو عايز اعمل مالتيبلاير جرب نفس الحاجه، يعني مثلا اول كمبيوتر ظهر كان مثلا قد الاوضه اللي احنا قاعدين فيها تمام. فطبعا ده كان حاجه السيرفر سايز كانت حاجه مهوله، فما كانش ينفع الموضوع يكمل بهذا الاسم. في 58 اول فكره طلعت ان انا طب ايه المشكله لما اجمع الادر ده مع المالتيبلاير ده مع الديفايدر كلهم على شيب واحده. من هنا جت فكره ال في اس اي او السكيل انتجريشن، اللي انا بجمع ديفرنت فيوز بتعمل ديفرنت فانكشنز على سنجل شيب. اللي اخترع الكلام ده مش حد عالم او حد، لا هو واحد اسمه تيكي، ده كان جونيور انجينير لسه متخرج في تكساس انستون في شركه في اليو اس اي بتزني يعني في اليو اس اي. ده كان في السمر فاكيشن، هو عشان خاطر جونيور انجينير ما كانش ليه الحق اللي هو ياخد اجازه شغل شركات يعني. وهو طبعا في السمر فاكيشن بتاعته قعد فتره بيحاول يشوف حل للمشكله بتاعت الاحجام الكبيره بتاعت الترانزستورز والسيرفرز. فقال خلاص انا ممكن افكر ان انا احط اكثر من موديول على تشيب واحد. ومن هنا فعلا ابتدى يشوف السيمي كوندكتور ماتيريالز المختلفه. تم اختيار السيليكون بحيث هو يكون السيمي كوندكتور المتعارف عليه لاكثر من سبب. اولا هو رخيص غالي، هو شبه موصل الانرجي جاب، يعني احنا لو فاكرين شويه كلام قديم من الالكترونكس عندي فيلنس باند وكوندكتنس باند بينهم جاب هنا اهوت، على حسب الانرجي جاب اللي موجوده هنا اهو بيبقى يا اما كوندكتور يا اما انسيلر. ماشي، لو الانرجي جاب عاليه قوي فكده مش هينفع يحصل مرور للتيار في النص، فبالتالي ده بيبقى اسمه انسيلر. لو كانت الانرجي جاب دي قليله عن طريق تنظيم فولتج عليها انا بتغلب عن الانرجي جاب دي فبيحصل كوندكتنس وده بيبقى اسمه كوندكتنس. السيليكون كان من ضمن المواد ان الانرجي جاب بتاعتها لا هي عاليه قوي زي اللي موجوده في الانسيليتور ولا هي سوري ولا لا هي عاليه زي ما موجوده في الانسيليتور ولا هي قليله قوي زي اللي موجوده في الكوندكتور. فبالتالي انا لما اجي حابب اعمل ترانزستور مثلا واحط حاجه ان هو عايز اعدله عن ترانزستور جنبيه الموضوع بيبقى بسيط مش صعب. تاني حاجه ان زي ما قلت اللي هو طبعا كسعر هو رخيص مش غالي. تالت حاجه ان انا ممكن اعمل دي بسهوله لو بتفعل تفاعل جيد مع التكنولوجي وبيطلع لاير اسمها اس اي او اللي هي السيليكون دايوكسيد. ده بتستخدم في عارفين الترانزستورز بيبقى عباره عن مين سورس وجيت. فالجيت بتبقى ما بينها وما بين الشانل اللي ما بين السورس والدريت بيبقى فيه طبقه من الانسيليتور. السيليكون دي اوكسايد بيكون او بيقوم بالعزل ده بطريقه في سنة 60 أول شباية سمول سكيل انتجريشن طلعت للعالم. في أواخر الستينات أول شباية دي كانت في حدود عشرات الترانزستور مش كتير خالص، عشان كده اسمها سمول سكيل. الميديم سكيل ظهرت في أواخر الستينات دي كانت بتحاول
الاي بتزيد حوالي 100 بعد كده لما ابتدوا يعرفوا حاجات مختلفة زي الالترا الالترا سكيل بس يعني كانت تعريفات شوية فاضية لحد ما طب ايه اللي هيحصل ما بين الدي اس اي ما بين الالترا طب ما يعدي مليون طب ما يعدي تريليون فهو اتعرف في الاخر ان لو في عدد كبير من الترانزستورز دي اسمها دي اس اي تمام طبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي في بليونز من الترانزستورز على الشيب نفسها الانتل بروسيسور والحاجات دي كلها في بليونز ترانزستورز على سنجل شيب من ضمن الحاجات اللي لازم نقولها في البرودكشن اللي بيدي صار هي مورز لو مورز لو ده كان الفاوندر بتاع انتل قال ان طبعا ده هو اللي ان النمبر اوف كومبوننتس بير شيب دبلز افري 1.5 years او 2 years القانون ده مشينا عليه هو فعلا النمبر اوف ترانزستورز كان بيدبل كل الفتره دي ما كانش اقل من كده كمان يعني هو الريل ديفلوبمنت كان بيحصل ويزن 12 شهر او سنه ونص مش نوصل لسنتين ده ادى ان يحصل اكسبوننشال ديفيس في التكنولوجي نودز يعني الكلام ده دلوقتي انا عندي حاجه اسمها لاندا اللاندا دي بعرفها على اساس اللي هي التكنولوجي نود بتاعتي اللي انا عندها طيب اللاندا دي انا لو هبدا مثلا هي بدات ب 10 مايكرومتر ولا حاجه زي كده هي كانت في الخمسينات 50 مايكرومتر ولا حاجه زي كده 50 مايكرومتر يعمل لي ديفايس اي جمعني على حاجه صغيره مش حجم كبير هو كان جوه مثلا من شويه بس ستيل حجم يعني منقوص بالعين جمع على سبيل التشخيص جنب بعض هيبقى منقوص بالعين 50 مايكرومتر طيب يعني كل المفروض على حسب مود لو كمان سنتين ايه اللي يحصل في اللمبه دي؟ اللمبه دي هي التشانل لينس عارفين الترانزستور لو جينا عملنا له لاي اوت حاجه بالمنظر ده دي دي وده السورس وده الدرين تمام الانشانت اللي هو ما بين السورس والدرين هي دي اللي بتعبر عن الكود بتاع اللمبة او التكنولوجي نود اللي انا بختار اعمل ديزاين عنها اوكي طيب اللمبة دي في ايكويشن شهيره بتقول ان انا اللمبة الجديده بتاعتي اللي انا ممكن اشتغل عليها اللي هي كل سنتين دي بتساوي اللمبة القديمه بتاعتي مضروبه في اكسبوننشال اكس على 2 تي دي هنفترض اللي هي تكنولوجي نوت سايكل اللي هي السنتين اللي هو متفقين عليها والاكس الفتره اللي انا فيها دلوقتي فلو افترضنا جدلا ان انا كنت عند التكنولوجي بتستخدم 130 نانو متر او 90 نانو متر حتى خلينا تكنولوجيز حديثه شويه لو انا كنت تكنولوجي دلوقتي بتستخدم 90 نانو متر بعد سنتين انا متوقع استخدم تكنولوجي قد ايه؟ طيب نعرف القانون ده لو احنا متفقين ان ده هي قريبه من السنتين اوكي لو افترضنا ان انا كمان سنتين عايز اعرف التكنولوجي اللي ممكن تكون موجوده في الماركت خلاص ايه يبقى الاكس دي هتروح مع الدي وبالتالي اللمبه دي هتبقى مضروبه في اي تو ذا باور ماينس نص هتبقى كانها لمبه على جذر 2 لو قسمها 90 نانو متر على جذر 2 هتطلع راوند 65 نانو متر وفعلا هو دي التكنولوجي اللي احنا اشتغلنا عليها بعد التسخين بالتالي انا بتوقع التكنولوجي اللي انا هشتغل عليها كل فتره عن طريق تطبيق القانون ده احنا وصلنا دلوقتي في الماركت او في الاندستري 18 نانو متر تمام دي فعلا في تشيبس نزلت ب 18 نانو متر تكنولوجي وفي لغايه 10 نانو متر ويمكن اقل من 9 شويه دي موجوده بس اندر ريسيرش اسمها مش حاجه فعليه نسبه التكنولوجيز حديثه بالمنظر ده تمام فاهمين طبعا ذا لو كانت دي نقطه مهمه طب انا هفضل اقل لغايه فين؟ يعني انا هفضل اقل التكنولوجي بتاعتي لغايه نوصل لايه؟ بالظبط كده دي نقطه مهمه جدا ان انا لو عندي في الاخر انا بحتاج الضوء عشان خاطر اعمل فابريكيشن هنشوف كمان شويه الكلام ده يعني ايه فابريكيشن اللي انا احدد ترانزستور او اعمل ترانزستور
جوه السيليكون ماتيريال دي، السيليكون ماتيريال ثانيه ماده حاجه زي كده. تمام؟ عايز اخد هنا ترانزستور. فايه اللي بيحصل عشان خاطر اعمل حاجه زي كده؟ بروح اعمل شكل ترانزستور بالشكل ده زي مصر كده، تمام؟ واروح حاطه واروح مسقط سايط عليه ضوء. فلو كل ما الفتحه بتاعت اللي موجوده في المصر دي صغرت، كل ما الضوء حصل له ديفلكشن. صح كده؟ ودي بس ولا صوت معايا؟ كل ما الفتحه دي صغرت انا بسقط الضوء عليها حصل له ديفلكشن، فمش هيطلع نفس الشكل بالظبط، هيطلع فيه شويه انحرافات. دي من ضمن الحاجات اللي بتخليني او تعمل لي ليميتيشنز. او هي طبعا ظهرت من فتره ليست قصيره، يعني هو الطول الموجي للضوء اراوند هو اقل طول موجي ده الضوء البنفسجي اراوند 400 نانو تقريبا او 300 دوت انا وصلت احنا 90 و 65 ودلوقتي بقى مباشر. فالمشكله دي موجوده من فتره، وفي تولز فعليا قائمه دلوقتي بتعالج المشاكل بتاعت الديفلكشنز اللي بتحصل نتيجه مرور الضوء من فتحات ضيقه جدا وبتحاول تتغلب عليها. طب انا هقدر اتغلب عليها لغايه امتى؟ في تشانسز كتيره في الموضوع ده وفي الاسئله دوت دلوقتي موجوده. ال 10 نانو متوقعين ان هي تفضل تستمر في التقليل وتحاول تتغلب على الديفلكشنز ايشوز دي لغايه ما توصل التكنولوجيا ال 5 نانو. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ الباور كونسومشن دي نقطة برضه ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل لنا ليميتيشنز، ان انا اللي مخلينا ما بنعملش عن فريكونسيز معينة دلوقتي. ايه هو النقطة بتاعت الباور كونسومشن؟ انا مثلا فريكونسي وصلت ب 5 جيجا بس مش عارف اعلي عن كده غير لما احط دبل كور مثلا بروسيسور. احط اتنين جنب بعض بروسيسور. ده اسهل من ان انا اعلي بروسيسور واحد اخليه يوصل ل 10 جيجا هرتز. ليه انا مش قادر اعلي التكنولوجي بتاع البروسيسور مثلا او مش قادر اعلي الفريكونسي بتاعتي عن سرعات معينه؟ هي نقطه الباور كونسومشن. الباور كونسومشن دلوقتي في الفريكونسي طبعا احنا عارفين العلاقه ما بين الباور والاف، باور تساوي سي في سكوير اف. فاذا الباور كل ما الفريكونسي بتاعتي عالي كل ما الباور كونسومشن بتاعي عالي. تمام؟ فالشبايه بتسخن. الباور كونسومشن عالي يبقى الشبايه بتاعتي بتسخن وممكن تسيح، ممكن يحصل مشاكل، ممكن تحصل ايشوز. صحيح ممكن تحصل ايشوز. تمام؟ دلوقتي الوسائل التبريد المتاحه عندنا هي ايه؟ المروحه بتاعت الموبايل. في مروحه جوه قدام البروسيسور بتديله هواء، فهو الاير هو وسيله التبريد الموجوده عند اللابتوب. هل في وسائل تبريد ثانيه؟ اه في وسائل تبريد ثانيه بيبتدوا يلجاوا الينا زي الميه، ممكن يبردوا بالميه اللي هي بتعدي في المصير من الميه، وبيسيلوا غاز زي غاز النيتروجين الثاني عن طريق ان احنا نعمله ليكويديشن، برضه ممكن يستخدم كوسيله تبريد. بس هو لغايه دلوقتي الوسيله اللي متعرف عليها او المشهوره طبعا الغاز النيتروجين لما بيعملوا ليكويديشن بيستخدم في بعض الابلكيشنز. الوسيله اللي متعرف عليها دلوقتي هي الاير. الاير مش هيقدر يبرد اكتر من الباور اللي موجوده دلوقتي. وبالتالي ابتدت الافكار تتجه ان انا طب ما انا احط دبل كور بروسيسور بدل ما ازود فيه ترانزستور او عدد ترانزستور على الشبايه واحده، احط جنبيها شبايه ثانيه زيها بالظبط واعمل انترفيس ما بينهم او نتورك ما بينهم، نتورك من الشيبس والحاجات دي، وبحاول عن طريق الاعلى بالسرعه ويز ويز المحافظه على الباور في نفس الوقت. طيب الديفلوبمنت فيسز المختلفه بتاعتي عشان خاطر فاهمين الفلو كامل على بعضه. انا عندي مشكله ماشي بفكر فيها بوجد لها حل. الحل ده في الاغلب بيبقى عباره عن الجوريزم او سيرتر كود ببتدي اكتبه عشان خاطر يحل مشكله معينه. عايز احسب اي حاجه، عايز احسب مثلا درجات الطلبه في امتحان معين، او عايز احسب الانترست في بنك ولا في حته معينه. فابتدي افكر واحط الالجوريزم ماشي. ده اسم ديزاين، هو ده الديزاين اللي انا بعمل موديلنج للمشكله وبعمل لها مر بمراحل بعد كده الديزاين والامبلمنتيشن. ابتدي اوصفها بسوفت وير كود ولا بهارد وير كود على حسب اللي بوصفها بيه. يعني انا بتكلم دلوقتي على الهارد وير اللي بتكلم بصفه عامه في مشكله ببتدي افكر فيها الاقي لها حل، بعد كده ابتدي اوصف الحل ده باي لانجوج سوفت وير هارد وير اي حاجه. تمام؟ بعد ما اوصف الكود ده لازم اتاكد ان هو شغال وبيحل المشكله بتاعتي بطريقه سليمه، اللي هي الجزء بتاع الابلكيشن. ده جزء التنظيم بيقول
الديزاين بيستهلك حوالي من 40 ل 50% من الديزاين تايم. تمام؟ فده وقت مش يعني لو انا مثلا عايز اخلص الديزاين بتاعي في شهر لازم احط ثلاث اسابيع او اسبوعين ونص ديزاين واسبوع ونص فيريفيكيشن. فالمرحله الثانيه ان انا بعد ما اخلص الديزاين بتاعي ببتدي احول الديزاين ده من فوق بقى ننزل لمستوى الهاردوير. في اكثر من اسلوب ان انا انزله الهاردوير، ان انا ممكن اعمل بروجرامبل لوجيك ديفايسز زي ما هنشوف كمان شويه يعني ايه بروجرامبل. هي دي موضوع السيشن النهارده او اللي احنا هنركز عليها بنسبه كبيره. ممكن اعمله شبايه ايسك، شبايه بتقوم بفانكشن معينه، بس الشبايه دي هي بتقوم بالفانكشن دي. فده بيحتاج حاجه اسمها فابريكيشن. مش كل الشركات بتعمل فابريكيشن لنفسها. في شركات بتعمل ديزاين بس بتقف لغايه المرحله دي، بعد كده بتاوت سورس الديزاين بتاعها لشركه ثانيه هي اللي بتعمل المرحله بتاعت الفابريكيشن. الفابريكيشن ده اللي انا عمليه التصنيع فعليا، انا عندي بتبقى حته سيليكون بالمنظر ده زي ما قلنا في المشواري، وعايز احط هنا بروسيسور، وعايز احط هنا ميموري، وعايز احط هنا اي حاجه يعني انترفيس لاي حاجه تمام، يو ار حاجات تمام. فبتبقى السيليكون دي لما انزل عليها الكلام ده، الكلام ده انا موصفه بكود، الكلام ده انا موصفه عندي بكود. اللي بيحصل ان الكود بتاعي ده انا في الاخر لازم احوله. انتوا عارفين لما الكود دي ماسك احط على الوش ولا حاجه بيبقى في فتحه قدام العين وفتحه قدام الانف مثلا وفتحه قدام البق عشان خاطر الواحد يعرف يتكلم ويعرف يشوف اللي قدامه تمام. نفس الفكره بالظبط احنا بنستخدمها او الناس بتستخدمها في عمليه التفكير. انا عايز احط على حته السيلفون اللي عندي دي، عايز احط ترانزستور هنا، وعايز احط ترانزستور في المكان ده، وعايز احط ترانزستور في المكان ده. كويس، بعمل ماسك واعمل فتحات في الماسك بتاعي دي اماكن الترانزستور دي، وببتدي اسقط عليها الضوء اللي احنا قلناه من شويه اللي هو احنا كنا بنقول المحيط بتاعي والحاجات دي، بسقط الضوء عليها بتحفر جوه السيليكون. الضوء لما بينزل على السيليكون بيحفر جواه وبيكون ترانزستور، سواء بقى بيعمل دوبينج لو انا عايز اعمل الويلز ديت، او بيعمل بنسقط اكسجين عشان نعمل التفاعل مع الانسيليتور اللي هو السيليكون دايوكسيد. ففي الاخر انا بحتاج ماسك يحدد لي اماكن الترانزستور اللي موجوده عندي في السيليكون هتنزل فين بالظبط. تمام، فالماسك ده تكلفته مش سهله خالص، وعشان كده الانيشال كوست بتاعي الفابريكيشن بيبقى غالي جدا. انا عشان اعمل فاب، هو الفابريكيشن بنفصلها فاب والديزاين بنسميها فابلس كامبس. فابلس يعني ما بتعملش فاب، ما بتعملش فابريكيشن، هي بتقف لغايه الديزاين وخلاص على كده. الفاب هو ده اللي بيعمل فابريكيشن. في اكثر من فاب في العالم، اشهرهم تي اس ام سي ويو اف سي في تايوان، في بقى في جيتا اي بي، في حتت مختلفة على مستوى العالم. سو أشهر اثنين الناس بتتعامل معاهم هم تي اس ام سي ويو ام سي. تمام كده؟ بعد ما بخلص الماسك ده بروح أعمل كون الويفر والدايز المختلفة بتاعته، بعد كده بيحصل تيستنج. بعد التيستنج ببتدي أكسر كل داي، خلاص بقى دي نفس الفانكشن بتاعت دي، نفس الفانكشن بتاعت دي، كل المربعات دي بتبقى دي نفس الوظيفة. المفروض بقى أقطعها واروح اعملها باكجنج واحطها في اي سي او شكايه. تمام؟ اللي بيوصل في بعض الشركات زي ما حكيت دلوقتي، احنا عندنا دلوقتي ممكن نقسم الشركات اللي بتشتغل في المجال ده بثلاث انواع. السيليكون فاوندرز هي الفابريكيشن كومبانيز اللي بتقوم بعمليه الفابريكيشن فعليا، اللي بتاخد اللي اوت او الشكل ده بنسميه لي اوت، اللي انا مثلا عايز احط ترانزستور هنا وترانزستور هنا وترانزستور هنا، ده اسمه لاي اوت. ببعت اللاي اوت بتاعي ده للفاب كومباني او الفاوندري، ده نسميها سيليكون فاوندري او فاب فابريكيشن كومبانيز، ببعتها لهم. وبعد كده هما بيعملوا الماسك، بيعملوا عمليه الفابريكيشن، بيسقطوا الضوء وبيظبطوا كل حاجه وبيعالجوا الديفكشنز وبيعالجوا كل حاجه عندي، وبيعملوا تيستنج. وبعد كده او انا بتجي لي تاني، انا بعملها تيستنج تاني قبل حتى ما تعملها باكجنج، اللي بيبقى فيه هما بيبعتوا نيجاتيف دايز. النيجاتيف دايز دي بتبقى قبل الباكجنج انا ببعتها للكاستمر، بعمل لها تيستنج واتاكد ان الفانكشن بتاعتي شغاله سليمه. بعد ما استلمها باكج
برضه مخططات التستنج بتاعي او البورده بتاعتي وبتاكد ان هي شغاله كويس. فدي السيت كومباوند اللي كل وظيفتها التشيب مانوفاكتشر هم بيعملوا عمليه التثبيت. تاني نوع من الشركات هو الفابريس كومبانيز. دي بتبقى مسؤوله عن الهاردوير ديزاين بس والبيع بعد كده. يعني بتعمل هاردوير ديزاين بتبعت الفاب تصنع وبعد كده بيبقى لها الاي سي ولا الشبايه جاهزه وبعد كده تبقى مسؤوله عن مبيعاتها. في نوع اخير من الشركات اللي هو الانتجريتد ديفايس مانوفاكتشر او اي دي ام صارن. دي بتقوم بكل حاجه زي انتل. انتل بتقوم من الفلو كله من اي تو بي من اول الديزاين من اول الاركتكتشر ليفل والديزاين والفكره من اول الفكره لغايه الشباك وعمليه البيع. انت بتديزاين وبتفابريكيت وبتعمل الشباك تمام بس دول قليلين جدا في الماركت يعني هم كام شركه. طبعا مهتمين هنا في مصر بايه؟ في مصر هنا زي ما قلت من شويه اقول انا عايز اعمل ده او انت هختار ده او انت هختار ده او انت هختار ده. اول حاجه هفكر فيها الديزاين ريكوايرمنتس بتاعتي. الديزاين ريكوايرمنتس هو طيب هو لازم يكون حاجه اقل؟ لازم يكون حاجه اقل وساعتها اخبرت اللي انا فكرت في الجهه المختلفه. لان او اتحصلت ما بين حاجتين مش كده؟ طيب عايزه سرعة معينة ولا ممكن السرعة مش فارقة معاك؟ لو السرعة مش فارقة معاك قوي ممكن هنا زي ما احنا شايفين السرعة بتزيد في الاتجاه اللي تحت. هي مش موجودة على الجراف هنا بس السرعة بتزيد في الاتجاه اللي تحت. يعني السبيد بتاع الديزاين بتاعك ان هو لو ان هو يعني اعلى من لو شوية تقعد تزيد لغاية ما تبقى اسرع حاجة في الفول كاستم. ليه اسرع حاجة في الفول كاستم؟ نعيدها ان احنا بنبني الديزاين بتاعنا على حسب ما احنا عايزين. فالديزاينر هو اللي بيوبتمايز المساحه والاسلاك اللي ما بين السيلز المختلفه. يعني لو مثلا انا عايز اوصل الترانزستور بدايره بعيده شويه اقربها هنا اهو احطها هنا عشان اقلل السلك شويه اقلل الوقت. طبعا انا كل ما اقلل لما جبت ده هنا اهو لازم ابعد حاجه شويه واخدين بالكم؟ ف عشان خاطر اعلى بالدي لي او اعلى بالسبيد ممكن ده يفتح معايا في الاريا شويه يعني يوسع لي الاريا شويه. بمعنى ايه؟ ان انا عندي هنا اهوت هحط هنا اهوت سيل وهحط هنا اهوت سيل او موديول يعني وهحط هنا اهوت موديول وفي موديول هنا اهوت. بس انا عندي الموديول ده متوصل بده ومتوصل بده مش متوصل بده ماشي كده؟ ف السلك الطويل ده انا هحتاج ان انا لو انا عايز لو انا شغال فول كاستم طبعا انا ممكن انقل ده اروح جاي مثلا في الحته دي واروح جاي ده مكانه هنا وبالتالي انا قللت الانتر كونكشنز وعملت اوبتمايز شويه في الوايرنج تمام. بس ده اضطرني ان انا انقل حاجه من مكانها اوديها مكان في مكان تاني واخدين بالكم؟ فممكن حاجه زي كده تخليني اوسع الاريا. فلو السبيد زادت ممكن الاريا لا هو الاحسن طبعا ان انا يكون عندي الاريا قليله والسبيد عاليه ده احسن حاجه. بس احيانا كتيره انا بعمل كومبرومايز ما بين الاثنين. لما بقلل الاريا احيانا التايم بيزيد ولما بقلل التايم الاريا بتزيد. فالنتيجه ان انا بعمل كومبرومايز ما بين الاثنين مش هوصل للاوبتيمم هنا ومش هوصل للاوبتيمم هنا بس بحاول اوصل لحاجه في النص. التيرن اراوند تايم ترن اراوند تايم ده هو المسافه ما بين اللي انا ببدا ديزاين وما بين اللي انا بوصل للبرودكت في الاخر ماشي كده؟ فطبعا احنا متخيلين ليه في الايزنج فيري هارد؟ عشان فابريكيشن. انا اولا الفابريكيشن ده انا ما ببقاش مش انا اللي بعمله انا ككاستمر او انا كديزاينر مش انا اللي بعمل الفابريكيشن انا بوديه لحد تاني يعمله لي. فانا ما ببقاش عارف الفندور الايزنج فاميلي ده هيخلصه قد ايه؟ هيخلص النص في قد ايه؟ ولما يرجع لي وهعمله تيستنج هل هيشتغل من اول مره ولا هيبقى فيه مشكله؟ فطبعا البروجكت سايكل في الايسي ما بتبقاش بريدكتبل قوي زي ما كانت زي ما موجود في FPGA. انا عارف انا هعمل ديزاين امبلمنتيشن وانزل على الهاردوير وتست وخلاص على كده ولو في باجز اصلحها وخلاص على كده. فالبروجكت سايكل بتاعت ال FPGA بتبقى او البروجرامبل لوجيك ديفايسز بتبقى بريدكتبل شويه عن الايسك. انا في مرحله في الاخر ما ببقاش عارف هي بتاخد امتى. انا بعتمد على حد تاني فيها فبالتالي على حسب بقى هو حاطيني فين في السكيدول بتاعه وعلى حسب اذا كان يعني
البرفورمانس. فانا مضطر اعمل ايه؟ يعني مثلا عايز اعمل بروسيسور 3 جيجا، ده مش ممكن اوصله بالاف جي دي. الاف جي دي والسرعات بتاعتها المتاحه حاليا حتى بعد قدم التكنولوجي والحاجات دي كلها، الانتر كونكشن ستيل بتليمت البرفورمانس بتاع الاف جي دي. فانا اكيد مش هستخدم اف جي دي، هستخدم اي سي فول كاستنج ديزاين او ستاندرد سيت ديزاين. شفنا مش اف جي بتعمل يعني كونكشن على مستوى الترانزستور نفسها زي حاجه زي الاف جي دي، بس ما تحتاجش باصص. هنشوف دلوقتي ان ال اف جي اي نفسها السيلز بتاعتها تبقى مبنيه من حاجات مختلفه عن ال اسمها ايه؟ خلينا نخش الاول في الدي اس دي وبعد كده نجاوب على السؤال. طيب تاني حاجه فقط فيها الكوست. هل انا معايا فلوس عشان اعمل ايزك؟ ولا انا هتزهق في الاخر وما اعرفش يعني بعد ما اعمل الديزاين بتاعي مش هيبقى معايا فلوس اعمل ايزك؟ التولز بتاعت الاي سي بتبقى اغلى كتير من التولز بتاعت الاف جي. فالكوست معايا انت كديزاينر او كشركه او كمقدم خدمه، الكوست اللي معايا قد ايه عشان خاطر اطلع الديزاين ده؟ واخدين بالكم؟ حاجه ثانيه ممكن نفكر فيها الماركت. انا لما يكون مثلا لسه ضاربين مثال من شويه بالكاونتر اللي هو 3 5، الكاونتر 3 5 ده انزل اي مول الكترونكس بتشتري من عنده خلاص، صح كده؟ ناس كتير قوي بتستخدمه، العالم كله بيستخدمه في بعض السيرفيس بتاعته. هل انا لما اعمل الديزاين ده، انا مثلا زي ما ضربت برضه مثال من شويه اللي انا بصارع الاريثماتيك كومبيتيشنز، هل الناس كلها هتستخدم الشباك بتاعتي دي؟ ولا عدد محدود من الناس؟ ما انا مش هصرف مثلا $70,000 على ما اعمل مصر وفي الاخر هبيع لي 2 3. واخدين بالكم؟ فيستحسن المثال اللي انا ضربته ده ان انا ابتدي اعمل اف بي جي اي، هديها له هديها له هديها له 2 3 اللي هم عايزينها، ولقيت بقى ناس ثانيه عايزاها ابتدي انزل. بيبقى في كيرف بيربط الكوست بتاعت الاي سي ما بين والاف بي جي اي، بيوصل لنقطه معينه ان الماركت عندي لو في عدد كبير من الناس محتاجين الشبايه دي، الاف بي جي اي الاي سي بيبدا عالي وبيبدا يقل مع الوقت، والاف بي جي اي عكس. في نقطة هنا هو الـ FPGA، هو لو افترضنا ده حجم الناس اللي عايزة السايز بتاع أو الفوليوم بتاع الماركت اللي محتاج الشباية ديت، وده الأوردر. فأنا هنا هو كل ما زاد عدد الكاستمرز بتوعي أو عدد الناس اللي محتاجين الفانكشن دي، كل ما كان أحسن إن أنا أبدأ بالبيزك على الـ FPGA. الـ FPGA في الأول خالص الفلوس بتاعتها قليلة، أنا مش فابريكيشن مش حاجة، أنا بستل الـ FPGA خلاص أعمل كده. لكن في الاخر سعر الشبايه او سعر البرودكت بتاعي بيعتمد على الاي بي جي اي. الشبايه الواحده بتبقى اغلى من الشبايه بتاعت الكاس، فانا الاي سي بيعوضني الربح بتاعي كل ما عدد الكاستمرز بتوعي زاد، على عكس الاي بي جي اي هو بيوصل لنقطه معينه في الماركت على حسب بقى التكنولوجي وعلى حسب فاكتورز كتيره كده بتقول لي ساعتها انا اشتغل اي بي جي اي احسن ولا اشتغل اي سي، مش كده؟ دي زي مقارنه سريعه للكلام اللي احنا قلناه، او في الثمن يعني الكلام اللي احنا قلناه شويه، المقارنه بين الاف جي اي والاي سي. الاف جي اي ليمتد برفورمانس وهاي برفورمانس، شرحنا الكلام ده ليه؟ ان هو الانتر كونكشنز بتحكمني والسيلز بتحكمني، اماكن السيلز بتحكمني، فانا محكوم باريا معينه، محكوم بديلاي معين، مش هقدر اعدي. الاي سي زي ما قلنا عندنا المكان فاضي نقدر نعمل فيه اللي احنا عايزينه. الاي بي جي اي انا شايف ان هو ممكن تروح تشتريها من اي حته، يعني هو ممكن تشتري اي بي جي اي وتبرمجها وخلاص الموضوع على كده، يعني عكس الاي سي انت لازم تعمل ديزاين الاول وبعد كده تعمل تابليكيشن. كويك اند ايزي فور ديزاينرز، كويك اند ايزي فور ديزاينرز عشان خاطر انت بتفكر ما بتشغلش دماغك باي حاجه تحت الجيت ليفل. احنا كلنا لما بنتكلم في فول ادب بيجي في دماغنا اكسور جيت واند جيت، صح كده؟ لكن ما بيجيش في دماغنا الترانزستور ليفل بتاع الكلام ده. ما بيجيش في دماغنا اللاي اوت بقى بتاع الترانزستور كمان. واخدين بالكم؟ يعني اللاي اوت اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو شكل الترانزستور على السيليكون ما بيجيش في دماغنا خالص. احنا اخرنا ان احنا نوصل للترانزستور ليفل. ماشي؟ حتى لو فكرنا فيه، لكن احنا لما بنقول فول ادب بيجي في دماغي اكسور جيت، بيجي في دماغي اند جيت وخلاص على كده. فانا اخر جيت هو ده اللي بيعمله الاي بي جي اي، ان انت ما بتنزلش اكثر من كده، فبتوصل لدرجه للمرحله دي التفكير ثرو ستيجز، تعمل الجيتس بتاعتك وبتوصفها خلاص على كده انتهى الموضوع. لكن الاي سي انا بضطر
انزل لدرجات اعقد من كده شويه. شورت تايم تو ماركت زي ما قلت هو السايكل بتاعتها تبقى بريدكتبل. فانا لو عايز مثلا عايز الحق مثلا في شركتين منافسين انا بعمل نفس الفانكشن بتاعتها وانا عايز الحق انزل في السوق قبليها ماشي كده؟ يبقى احسن ان انا انزل او استخدم الليفت في ايه؟ ان انا هحسب بالظبط انا عايز انزل امتى في الماركت او لازم يكون الماركت محتاج حاجه معينه في الوقت معين. فانا لو بيسك مش هقدر اتوقع هل اميت هماتش الديدلاين اللي مكتوب عليا من الماركت ده ولا لا؟ فبالتالي الجا للليفت في ايه احسن عشان خاطر الحق انزل في الماركت. طبعا ده اندر كونديشن ان البرفورمانس بتاع الليفت في ايه يقدر يغطي البرفورمانس اللي السوق محتاجها. تمام كده؟ طبعا ده ليه كونفيجرابل اهم الميزات اللي فيها اللي انا بقدر انزل عليها اكتر من هاردوير وبعد كده امسحها وامسحها تاني وثالث ورابع ممكن ينفذ. النقطه تو فيري هاي نان ريكيرنج انجينيرنج كوستس. ايه النان ريكيرنج انجينيرنج كوستس دي؟ هي النان الكوست بتاعك او التكلفه بتاعت الفابريكيشن ماشي؟ لغايه الامبلمنتيشن لغايه الهاردوير ديسكريبشن واللاي اوت والحاجات دي كلها انا عارف الوقت بتاعي المصاريف بتاعتي قد ايه من اول الفابريكيشن وال ما بيبدا انا ما بقاش قادر احدد. ففي كوست عليا في كوست في التايم في كوست عشان خاطر ابعت اللاي اوت واجيب الشبايه والدايس في الاخر. ففي كوست عليا دي اسمها نان ريكيرنج انجينيرنج كوست. دي حاجه مش انجينيرنج بقى دي حاجه ثانيه خالص. انا الانجينيرنج بتعمل سواء ديزاين سواء امبلمنتيشن سواء لاي اوت انجينيرنج ورك ثاني انا خلصت. في نان ريكيرنج انجينيرنج كوست بقى هي الكوست اللي بتبدا من اول الفابريكيشن ما بيبدا لغايه ما الباكجينج بتاع الاي سي نفسها يحصل يكون طبعا شغال صح. زي ما قلنا من شويه ان الام جي ان معظم اللي بيعملوا ايزك بيستخدموها كمرحله بروتوتايب بتعمل فيها بروتوتايب كمرحله انتقاليه يعني عشان خاطر يثبتوا ان الفانكشن بتاعتهم شغاله. انا كل ما اقرب ان انا الفانكشن بتاعتي اثبت ان هي شغاله قبل ما تروح لصلاح الابلكيشن كل ما قللت النان ريكيرنج الجيني كوست اللي احنا بنتكلم عليه. فاعمل ايه عشان خاطر اثبت حاجه زي كده؟ السيميليشن ممكن يكون شغال بس في تايمنج ايشوز ممكن تحصل في الهاردوير نفسه ممكن تخليه السيجنال مثلا الجيت دي ما تشوفش السيجنال في معدل صح ماشي كده؟ احنا عارفين طبعا ان لو انا عندي مهوت ده انبوت داخل على جيت ده ان واحد وده بي دي مثلا ده اوتبوت مش عارف كمان شايف كده ولا لا؟ لو انبوت واحد حاجه زي كده وانبوت اثنين حاجه بتترفع هنا المفروض ده ب 1 وده ب 1 يبقى النتيجه بتاعت الانبوت تطلع ب 1 صح كده؟ هو تطلع انت ب 1 هتطلع بعدين شويه تطلع في الحته دي مش هتطلع اول ما الانبوت ده. ليه الكلام ده؟ لان اللي انا عامله ده غلط اصلا. مفيش حد بيرسم مفيش حاجه حقيقيه بتحصل بالمنظر اللي هو السموث ده اللي مفيش حاجه بتطلع من زيرو ل 1 بالمنظر ده. هو انا بشيل الكباستور فبالتالي ولما باجي طبعا انزل من 1 لزيرو بفرغ الكباستور فبالتالي الموضوع هيطلع عامل كده ادي زيرو تاني ويطلع عامل كده ويوصل ل 1. نفس الكلام هنا هو هياخد شويه وقت عقبال ما يوصل ل 1 وبالتالي انا عندي المهوت الاوتبوت بتاعي هيطلع 1 بعد حاجه اسمها بروباجيشن ديلي. بروباجيشن ديلي ده بتاع الجيت نفسها ده احنا عشان خاطر طبعا الانبوتس نفسها ما تطلعش 1 على طول. وكمان انا لما اشوف مثلا دلوقتي انا لو قلت لحد فيكم ان انا لو حطيت القلم ده على الترابيزه اعمل اكشن معين انا ما بين مسافه ان انا بحط القلم وما بين انتوا تيجي في دماغكم هل رامي حط القلم؟ حط القلم. الجزء ده في جزء صغير قوي خدتوه في التفكير ان القلم حط خلاص على الترابيزه فبتبتدي تقولوا خلاص انا هاخد الاكشن وتاخد الاكشن فعليا. الوقت اللي ما بين انا حطيت فعليا في قلم على الترابيزه وما بين اللي انتوا خدتوه في التفكير هل انا حطيت القلم ولا لا وما بين اللي انتوا ابتديتوا تاخدوا الاكشن ده اسمه بروباجيشن ديلي. نفس الكلام اللي في اللوجيك كيس. اللوجيك كيس انا هطبق عليها انبوت رفعت الانبوت الاولاني ب 1 ورفعت الانبوت الثاني ب 1 لسه في هنا هو شويه لوجيك هيبقى شويه سيجنالز هتمر في وايرز ترانزستور يعني لما نرسم الاند جيت دي ب
بالترانزستور نفس اللي احنا درسناه من شويه. هو في 1 هيطبق على ترانزستور ان موس وفي 1 هيطبق على ترانزستور ان موس. هيشتغل على بي موس معنا في 2-1 هيطبقوا على بي موس وبالتالي الاوتبوت الثاني هيتوصل للبي تي. تمام. كل الكلام ده ما بيحصلش في عطول، مش سموث، مش اول ما ده بيحصل بياخد شويه وقت، ده اسمه بروباجيشن ديلي. ماشي كده. هقول لك بقى
شرط الهدف وهدف تاني موديفايد. تعمل ايه؟ عمالين بنتكلم ده الادب والهدف، احنا عمالين بنقول بلوك بلوك فانكشن يونت ادب، عمالين ده هو ايه صح؟ لما اجي اقول لك الادب ده انت بتقول ادب ولا هو ادب؟ فرق النمبر اوف بيتس بتاعت الاي دي كام؟ الاي دي هي من كام بالظبط؟ من 1000 ولا من 50؟ صح؟ هتختلف ولا من 8؟ هحتاج 3 بيت عشان امثل الاي دي ولا هحتاج اكتر من بيت عشان خاطر اكتر من 3 عشان خاطر امثل الاي دي؟ وبالتالي اقرر اذا كنت هينفع يكفي الكلام ده اعمله فول ادر ولا 2 بيت باينري سوري ولا 4 بيت باينري ادر ولا 16 بيت باينري ادر؟ ده على حسب ايه؟ على حسب الويتس دي. فابتديت تنزل معاك الانفورميشن اكتر صح كده؟ لما انزل اكتر خلاص عرفنا البيتس قد ايه؟ هيبتدي يقول لي خلاص يبقى الان ال 4 بيت باينري ادر بتاعي ده ولا 16 بيت باينري ادر يقدر يحوله ويجيب اللوجيك بيتس المكافاه ليه. احنا عارفين الفول ادر بيتمسك بالشور وانت ماشي هنشوف الرسم بتاعته كمان شويه. بس ال 4 بيت باينري ادر باستخدام التروس تيبلز والكلام ده هقدر اكستراكت الاند جيت والفور جيت والاور جيت والشور جيت بتاعته والكلام ده ماشي. طيب لما اجي اقول له لا ده انا مش عايزه بقى على انا عايز كمان ممكن يوديني اعمل فابريكيشن يبتدي هيبتدي يقول لي خلاص يبقى احنا مضطرين ننزل ونعمل سيركت ليفل اللي احنا نجيب ترانزستور بشكل الجيتس دي شكلها عامل ازاي عارفين الاند جيت خلاص. لو انا عندي مثلا اثنين اند جيت متساويين ببعض يبقى انا هجيب ترانزستور ليفل بتاع الكلام ده ترانزستور ليفل واوصله ببعض وهكذا. اللي احنا عملناه شويه هو اللي هي هو اللي حاصل هنا. اللي حاصل هنا ايه؟ ان انا عندي البيهيفيرال ستراكشر، انا عندي ثلاث محاور للديزاين. اول محور اللي احنا ابتدينا بيه اللي احنا فكرنا على الورق فكرنا نوصف المشكله ونحلها ماشي. لو انا الالجوريزم انا اوجدت الالجوريزم في الاول وبعد كده ابتديت اديله معلومات زياده عشان ينزل ويجيب لي ايكويشنز بوليان فانكشنز. احنا عارفين لاي فانكشن عندي في الدنيا قد ايش ممكن تتمثل في بوليان فانكشن صح كده؟ فالبوليان ايكويشنز مكافاه للالجوريزم اللي هو حاطه. بعد كده نزلنا الالكتريك ايكويشنز. الناحيه الثانيه اللي هو الاستراكشر ده بيقول لي ايه الاداه اللي انا بادي ليها الوظيفه اللي انت قلت لي اعملها هنا اللي هو الادب. احنا قلنا من شويه ان انا بعد ما جبنا مجموعه درجات بعد ما عرفت قصدي المعلومات وكتب الايكويشنز احتاجنا ادب وديفايدر. يبقى اذا ده الاستراكشر ده الطريقه اللي انا بفكر بيها في هاردوير. انا محتاج ايه عشان انفذ الالجوريزم ده؟ انا محتاج ادب طلع انا محتاج ادب ومحتاج ديفايدر. يبقى انا محتاج ديفرنت فانكشن يونتس عشان امثل الفانكشن بتاعتي دي او الاوبريشن بتاعتي دي او الالجوريزم بتاعي ده. بعد كده نزلته لجيتس قلت له حول لي الاوبريشن دي بعد ما حطيتها لي في صوره فانكشن يونتس ادرز وديفايدرز والكلام ده قول لي بقى الادر ده بيتمثل ازاي لجيتس. احنا عارفين ان اي فانكشن يونت يقدر يمثلها بلوجيك جيتس. بعد ما وصلنا للكلام ده ابتدينا نطلع ترانزستور ليفل خلاص شيل الاند جيت دي وحط ترانزستور سي موس المكافئ بتاعها وهكذا. وبعد كده ابتدينا نخش في اللاي اوت. الكلام ده ليه تعريف مهم جدا وهو ده اول تعريف هنحتاجه في الـ في الـ في الـ في الديزاين فلو بتاعنا السنسر. اللي انا كل ما بتنقل من المرحله اللي بعدها يعني بنسميها سنسر تمام. فانا لما بنقل من مرحله الورق او ايكويشنز او حاجات زي كده لمرحله اللي انا بحدد بالظبط الادوات اللي انا بستخدمها عشان خاطر انفذ الفانكشن او الالجوريزم ده دي اسمها هاي ليفل سينثيسيس تمام. بعد كده لما بنقل من المرحله دي لمرحله اللي انا بطلع فيها في الاخر لاي اوت عشان خاطر يروح للتالت يحصل له فابريكيشن دي اسمها لاي اوت سينثيسيس تمام. يبقى انا كل ما بمشي مع اتجاه عقارب ساعه كده بيحصل سينسز بس في اتجاه مختلف. انا بيحصل سينسز وبوصل في الاخر للوجيك جيتس ماشي. هنا بيحصل سينسز وبوصل في الاخر للاي اوت عشان يحصل فابريكيشن عن كاب كامبل ماشي كده. لما باجي اخش كمان ده بيحصل سينسز. امتى اعرف ان في سينسز؟ كل ما الديتيلز بتزيد عندي كل ما الشخص نفسه اللي بيحسب الالجوريزم ده الديتيلز اللي بيعتمد عليها عشان يطلع نتيجه بتزيد كل ما بقى في خطوه في السينسز. فانا لما بقى ان هو زي ما اتفقنا ما كانش محتاج عدد النواد وما كانش محتاج اي ارقام فيها. ليه؟ هو بيقول لي
فانكشن او بيقول لي الجوريزم اجمعهم واقسم على عددهم تمام. لكن لما قلت له اعمل لي ايكويشن حقيقيه على الورق قال لي لا انا كده لازم اعرف عدد المواد ومجموع ودرجات الضاله في المواد دي. طب تدي انزل كده اللي هو طلع بوليان ايكويشنز ايه بلس مش عارف ايه حاجه زي كده. فابتدى يطلع ايكويشنز كل ما نزل كده كل ما بيحصل سينسز بره بس على نفس الليفل. يعني هنا بيحصل سينسز وبينقل لليفل مختلف, هنا بيحصل سينسز وبينقل على نفس الليفل ستيل على الليفل الواحد بس نزل من خطوه اللي انا كتبت الجوريزم عملت الجوريزم معاه ليه اللي انا حددتها بالظبط درجات الطالب دي وعرفت عددها وهحسب فعلا الافريج بتاعها واخدين بالكم. فكده في سينسز على نفس الليفل وكده في سينسز بس بتتنقل من ليفل لليفل مختلف. اهم حاجه عندي يكون السلايدز دي وضحت ويمكن المثال ده اقربها شويه. في حد عنده اي سؤال فيه؟ تمام. انا كنت متخيلها توضح من اول مره. شكرا يا حسن. الكلام اللي انا قلته من شويه ده هو دي بنلخصه من هو دي مجرد ديزاين فلو بس ملخص الكلام اللي احنا قلناه كله مع بعض. اللي انا ببدا باركتكشر او الجوريزم, الالجوريزم ده في الاخر بيتمثل باركتكشر. والله انا عايز مثلا انفذ الاوبريشن دي فالاركتكشر بتاعي شويه ادرز اللي بتوصلها ببعض وديفايد النتيجه بتاعت الاديشن دي هتخش على الديفايدر ويروح قاسمها على ثلاثه ويطلع نتيجه. فده الاركتكشر بتاعي. بعد هاي ليفل سينسز بنزل لي الريجستر ترانسفير لوجيك ده هو اللي احنا قلناه من شويه اللي انا ببتدي احدد فيه الفانكشن يونتس اللي انا بستخدمها عشان خاطر احل الالجوريزم ده. الفانكشن يونت دي ادب ادب ديفايدر في ديفايدر. هل في ريجستر او في ممكن احتاج ريجستر هنشرح يعني ايه ريجستر وازاي وطريقه عمله كمان شويه بالظبط. فالحاجات دي كلها بتتحدد في الار تي ال بتاعهم اهو اف اس ام هي فاينانس ستيت ماشين هنشرح كمان شويه يعني بالظبط. بعد ما بوصل للمرحله دي بعمل لوجيك سينسز عشان طلع جيتس. بوصل كده للوجيك ليفل جيتس بتاعتنا كلنا اللي احنا عارفينها عادي خالص. بعد كده سيركت سينسز عشان خاطر اوصل للسيركت ليفل اللي انا بطلع ترانزستور ليفل من اللوجيك جيتس دي. ده انا شلت الناند دي وشلنا الناند دي وحطينا مكانها الشكل ده. هو ده الترانزستور ليفل بتاع الناند. فانا بشيل السيركت اللوجيك جيتس وبحط قصادها الترانزستور ليفل المكافئ ليها. اللاي اوت سينسز عشان اطلع في الاخر اللاي اوت اللي هيروح الفابريكيشن فعلا ويتعمل على اساسه الماسك ويحصل تطبيق. ماشي كده؟ فدي الخطوات المختلفه للديزاين بتاعي. الاي في جي اي بقى الاي في جي اي بتاعتنا هي بتخلص لغايه فين؟ بتخلص لغايه هنا زي ما قلنا من شويه ان انا ما بحتاجش اي انفورميشن بعد كده. انا يكفي ان انا اوصل للجيتس بتاعتي وهي دي اللي بعملها بروجرامنج على الاي في جي اي. لا هو انت الاكسس المختلفه الاكسس المختلفه دي انت اللي بتحددها. معنى ايه؟ انت لو عايز تعمل ديزاين اف بي جي اي كويس يكفي ان انت هيكون عندك الجوريزم ماشي ممكن توصفه شويه ستيتس. يعني تقول ان انا عندي مثلا في الستيت دي لو حصل حاجه هتنقل للستيت الثانيه تمام. هي دي تعريف الفاينانس اف بي جي هنشرحها زي ما قلت كمان شويه بس يعني حاجة عامة اللي انا واقف في ستيت معينة بروسيسور مثلا واقف في ستيت معينة وحصل اكشن جاله ايه؟ هيتنقل لستيت تانية بيزد على الانبوت ده انا قلت له تتنقل لستيت تانية فهيتنقل للستيت دي وينفذ وطلع اوتبوت معين ماشي؟ فاذا انا عندي الجوريزم هو الجوريزم ممكن يتوصف بديفرنت ستيتس انا واقف بديفرنت ستيتس وبعد كده او بوليان فانكشنز. فممكن انزل كده وبعد كده اروح للجيتس انا كده ماشي في مرحلة سنسز مش بعمل اي حاجه. انا نازل اهو الجوريزم بوليان فانكشن جيتس كده انا ينفع عندي الاي بي اي ينفع عندي الاي بي. طب لو انا عايز اعمل ايه خلاص يبقى انزل ترانزستور اللي هو السيركت ليفل او السيركت ليفل بتاعي اهو وبعد كده بمشي كده عشان اوصل للاي اب. يعني مش شرط كل البتاع بتاعي يعني مش شرط امشي من هنا لهنا بس لا انا ممكن انزل كده وامشي كده بعد كده انزل كده وامشي كده. هو ده بالظبط الديزاين فلو اللي احنا عرضناه في السلايد اللي بعد. لو انت مش عايز تكتب من هنا لو عندك سيستم مرسوم مش محتاج الجوريزم. يعني مثلا انت في سيستم موجود عباره عن شويه
لازم تجيلي تروح للبروسيسور وبعد كده فانت عندك الانفورميشن دي بعد الكونشات مش شرط بقى مش هتعمل دي اس بي الحال دي اس بي ده الالجوريزم بس انت اوريدي عامل ده كانبوت كديزاينر انت خدت سيستم اللي انت هتبدا ديزاين من هنا تعالى حاجه زي كده ميموري وادي البروسيسور وادي السنسور وادي الديجيتال انالوج تو ديجيتال كونفرتر الحاجات دي انت عارف التدرجات العامه انت عارف هي ايه فانت واقف هنا اهو صح كده بعد كده انت ممكن تنزل كده اللي انت بقى تبتدي تحدد البروسيسور ده انا محتاج فيه اي اي يو فانكشن ايه صح محتاج فيه كوبي مثلا يونت محتاج فيه ديكود يونت وفيتش يونت عشان افيتش من الميموري حاجات وهي او افيتش السيجنالز الموجوده عندي الاوتبوت من الانالوج تو ديجيتال كونفرتر ده افيتش الكلام ده وابتدي اعمله بروسيسنج بطريقه معينه اجمعه اعمله فلترنج اعمله اي حاجه واخزن النتيجه في ميموري تمام فانا محتاج هنا ايه فانكشن يونت اللي انا محتاجها محتاج اي ال يو محتاج فيتش يونت محتاج ديكود يونت محتاج اي الحاجات المختلفه في البروسيسور تمام بعد كده هل انا عندي ممكن انزل لمستوى الجيتس طبعا انا دلوقتي وصلت كل اوبريشن بيونت فاليونت دي خلاص انا وانس انا عرفت اليونت بتاعتي ببتدي امابك للوجيك جيتس المكافئه ليها فبطلع الجيتس كده هل انا عايز انزل اكتر من كده ممكن انزل للترانزستور وانزل للايه للاي اوت ماشي كده فعلى حسب انت ايه معاك وحسب الانبوتس اللي معاك انت ممكن اصلا يكون معاك من البدايه خالص الترانزستور اللي فانت مش بتاخدش اي حاجه وتمشي للسلك اللي على طول على حسب الخطوه الاولانيه انت بدات بيها انت بتشوف نفسك انت فين هنا لو معاك حاجه على ورق يبقى انت هنا شوف انت فين هنا بقى بالظبط وابتدي معاك لو معاك فعليا حاجات موصفه الفانكشن يونتس المختلفه او ايه الادوات اللي انت هتستخدمها عشان تنفذ الجوريزم معين يبقى انت واقف هنا تبدا من هنا مفيش انت من هنا ممكن نبدا من هنا لو في ايه مثلا انا عندي خلاص كل حاجه خلصت وعندي مثلا البارتيشننج ده مثلا هو ايه البارتيشننج لما بيبقى عندي حته السيركل زي ما قلنا والله انا هعمل في هنا بروسيسور وهعمل هنا ميموري هعمل هنا ديجيتال تو انالوج ديجيتال كونفرتر مثلا طبعا ده محتاج انالوج يونتس كايسك فبقى هعرف انفذها بعد كده فلوب بلاننج بنزل جوه كل بلوك بقى البروسيسور ده بنزل جواه واشوف الديفرنت فانكشن يونتس المختلفه ايه اللي يو فيتش ديكود مش عارف ايه الحاجات دي كلها وببدا اعمل فلوب بلاننج اللي انا بحط كل فانكشن يونتس في مكانها الحاجات اللي متواصلين مع الحاجات اللي قريبين من بعض او اللي عايزين ديتا من بعض نحطهم جنب بعض الحاجات اللي مش محتاجين ديتا او بتحتاج كل فتره ابعدها شويه اظبط الانتر كونكشنز الحاجات ده فلو بلاننج بعد كده انزل لمستوى السيل نفسها السيل الادب يونت والحاجات دي الامبلمنتيشن بتاعها بشكل عامل ازاي كسيل كجيت ليفل وبعد كده بطلع اللاي اوت من السيل مش كده؟ لا مفيش اتجاه تاني، لا مفيش اتجاه تاني خالص، هو الاتجاه احنا هنسيبه بس كده وكده. مفيش كده. ايه؟ لا هو دي المحاور ودي الدايرة دي الليفل اللي انت فيه. ماشي كده؟ الدايرة دي مش معناها ان انت ممكن تمشي من المرحلة التانية لكل الاتجاهات، الدايرة دي بس مجرد هي بتعبرك عن الليفل اللي انت فيه. انت على الاركتكشر ليفل فوق هنا بتفكر الجوريزم ما تفكرش في الديتيلز بتاعته بمعنى اخر ان كل ليفل كل ما بخش كل ما محتاج ديتيلز اكتر خدنا بالنا من هنا ان انا بدات الجوريزم كل اللي انا عايز اعرفه اللي انت عايز تعمل ايه انت عايز تحل المشكله شكلها عامل ازاي فده الاركتكشر ليفل ماشي هنا نفس الكلام انا مش عايز اعرف ايه الكومبوننتس اللي جوه البروسيسور انا بيهمني اعرف بس البروسيسور في بروسيسور في ميموري خلاص على كده بتعملوا ايه كده كمان شويه هعرف لما انزل تحت شويه لما انزل للليفل اللي تحت هعرف كل ما اخش لجوه كل ما الديتيلز بتزيد ماشي لما تقلل الار تي ال ابتديت ابتدي ده هنا بقى لازم اوصف انا محتاج افالج بتاع درجات الطالب خلاص انا محتاج درجات الطالب دي نفسها وعددهم قد ايه ماشي كده فابتدي اعرف معلومات اكتر وكل ما بنزل في الليفل كل ما محتاج اعرف معلومات اكتر فالدايره بتمثل انا في انهي ليفل الدايره بتمثل انا
الان ليفل مش معناه ان انا ممكن اتحرك في كل الجيم. يبقى احنا النهارده متوقعين ان احنا نخرج من هنا عارفين لغايه المرحله دي ايه اللي بيتكلموا بالظبط. ماشي؟ البرفورمانس ميجرز ده هو انا لما بعمل فانكشن وعايز اقيس البرفورمانس بتاعها ايه اللي ايه الفاكتورز اللي انا ممكن اقيسها او ايه اللي انا بكون مهتم بيه؟ الباور الكوست اللي هي بتمثل فيها الكوست الكوست بتعتمد على ايه؟ ده كده انت يعني هو بص انت قررت الاريا دايره بسيطه الاريا قليله يبقى الكوست قليل يعني الكوست هو الاريا او بيأثر في الاخر عن طريق الاريا اللي انا عندي انا ماليش دعوه بالكوست انا هبيع دلوقتي انا عايز اقيس الفانكشن بتاعتي شكلها عامل ازاي او البرفورمانس بتاع الفانكشن بتاعتي عامل ازاي فانا احنا كده عايزين ثلاث حاجات قلنا الباور وقلنا الساين اللي هو السبيد وقلنا الاريا هل في حاجه ثانيه؟ الديمنديشن تكنولوجي تعليم يعني في الاخر هتأثر في الاريا والسبيد صح كده؟ ممكن يكون في بمابينج واسمه مش عارف ايه عشان خاطر اعمل نورماليزيشن للاوس
سكيلينج سوري سكيلينج للتكنولوجي دي للتكنولوجي لكن التايم ازاي اقيس التايم او اقارن التايم بتاعي ازاي هو مطلعه مثلا 5 نانو سكند التايم بتاعه كله او السبيد اللي شغال عليها مثلا 100 ميجا وانا مطلعه 200 ميجا هل انا كده اسرع منه هو طبعا في فاكتور اصلا تغيير التكنولوجي كل ما التكنولوجي بقت احدث كل ما البيت كل ما الترانزستور اتعمل ممكن يكون الترانزستور بتعمل بطريقه احسن فبالتالي تبقى اسرع ماشي كده فانا لما بيتغير التكنولوجي دي نفسها بتديني بوست في السبيد او يعني اكسلريشن في السبيد وبتديني طبعا الاريا بتخليني اعمل مساحات اكبر في حته اقل ماشي كده فازاي اقدر اقارن حاجه زي كده ازاي اقول هو احسن ولا انا احسن هو شغال على 100 وانا شغال على 200 انا اسرع منه بس انا عندي تكنولوجي احدث ازاي هل هيبقى في فير كومباريزون ان انا اقدر اسرع منه خلاص لا في حاجه في ستاندرد بقى ميجر للتايم اتعمل عشان كده الستاندرد ميجر ده هو مرتبط بالتكنولوجي اسمه فان اوت اوف 4 انا لو عندي الديزاين شغال على 100 ميجا مثلا بشوف الفان اوت اوف 4 ده اللي هو لما يكون عندي ترانزستور بحط قبليه ترانزستور اصغر منه باربع اضعاف احنا عارفين الترانزستور طبعا دبليو على ال انا ممكن اتحكم فيها بحيث ان الترانزستور سايز نفسه يقل او يزيد فانا شويه ارثماتيك اوبريشنز وكمبيوتيشنز ومش عارف ايه وصلوا ان الاوبتيمم لود اللي يكون محطوط عشان خاطر الترانزستور يقدر يعمل له سبورت هو ما بين 2 و6 خدنا افريج ولا 4.5 من 2 ل 6 بس الاوبتيمم كان الاي اللي هو 2.7 ماشي كده فاخدوا الاربعه بحيث لو يكون في الرينج الموجود اللي هو من 2 ل 6 تقريبا 1 قالوا ان اقل من 2 ما هي 1 1 ترانزستور ما مش لازمه اكتر من 6 ما بيحصلش الترانزستور ما بيقدرش يعمل له فما بيبقاش ما بيقدرش يخليه فان اوت ماشي كده فان اوت فان اوت اللي هو الاوت بتاعي الترانزستور ده كان قال بيقدر يسبورت كام ترانزستور او كام سيركت فور وان ماشي كده فده معنى فان ايه بنفس النوع بالظبط كده فانا هنا هو الترانزستور ده بخلي قبليه ترانزستور اصغر منه باربع اضعاف وبعديه ترانزستور اكبر منه باربع اضعاف من هنا جت ان الفان اوت اوف 4 هو بيمثل 4 انفرتر ديليز بتاع التكنولوجي دي فالانفرتر ديلي بتاع التكنولوجي عن طريق حسبه معينه انا بمارك ال 100 ميجا اللي انا بتاعت التكنولوجي القديمه دي بتستهلك كام فان اوت اوف 4 وانا اعمل ما بين تاني نورماليزيشن فان اوت اوف 4 ده هو نورماليزيشن اليونت بتاعتي بحيث يبقى في فيت كومباريزون ما بيني وما بين الشخص اللي اشتغل على التكنولوجي القديم شويه مش كده؟ يا باشمهندس صح الترانزستور ده اللي اتحط عليه اكبر منه بطع على عرض ولا اصغر منه؟ اكبر اللود انا بلود قد ايه انا عايز الود اكتر مني يعني هشوف انا هقدر اديه ولا مش وفي وقت قد ايه؟ ثالث حاجة أكبر باور كونسبشن ثالث حاجة الباور احنا طبعا عاملين بنسمع ان الجرين انرجي ومش عارفين العالم كله متجه ليها الفترة دي واحنا الكهرباء طبعا مستقرة والحمد لله فيعني احنا يهمنا ان من ضمن المشاكل الكبيرة اللي بتواجه العالم دلوقتي هي الانرجي او اللي جاي عن طريق باور كونسمشن فانا كل ما الديزاين بتاعي كان بيكونسيوم باور بنسبه اقل كل ما ده كان احسن للمقطع وليا انا مش هدفع كتير اللي هو بيستخدم الديزاين يعني تستبدل هل انا بقدر لما اجي اتست الكود ده واحد كاتب لي كود ايه بلس بي بلس سي على ثلاث ده بطريقه انا مش فاهم هو عامل ايه واحد ثاني كاتبه لي بطريقه لا ده في ادر فانكشن هنا في ادر يونت هنا وفي ديفايدر يونت هنا فبالتالي انا عارف والله لو المشكله في اللاين اللي واصل من هنا لهنا يبقى اذا المشكله في اليونت دي اخش جواها ابتدي اعمل لها ديبجنج واكستراكت هل انا قادر ان انا اكستراكت الانترنال سيجنال دي عشان اعمل لها ديبجنج واشوف ايه اللي بيحصل فيها عشان خاطر اقدر اديبج الكود ولا لا احنا بنفكر دلوقتي هاردوير تمام فانا لما باجي اعمل ديبجنج بنزل لمستوى اليونت واشوف الايرور جاي منين وبعد كده اخش جوه اليونت اللي جاي منها الايرور واحاول اكستراكت اشوف السيجنالز اللي جوه معناها هل الايرور مثلا لو افترضنا ان في فول ادر عندي شغال غلط دي اكسور
السيجنال دي فيها غلط، السيجنال دي هي الفايل فيها غلط ولا مفيش، هل الكود مكتوب بطريقه جيده ولا لا، وهل في حاجات بتساعدني ان انا اطلع الانترنال سيجنالز دي عشان اعملها تيستنج قدام السيميوليتر ولا اي حاجه على الجي او اي انترفيس ولا حاجه على الكمبيوتر ولا لا. تمام كده. طيب انا قلت لكم شويه ارقام من الماركت من شويه، بس عشان خاطر نعرف حاجات اكتر، احنا عايزين نعرف الماركت اللي احنا بنتكلم عنه ده هو بيعرف ينجح فيه. دي اكبر او التوب 10 سيمي كوندكتور كومبانيز على مستوى العالم في 2011 و2012 من حيث الريفينيو. تمام، ده جاي من ريبورت لويب سايت اسمه بارتنر، ده بيبقى مسؤول بارتنر.com. تمام، ده بيبقى بيعمل ريبورت سنويه بيحسب فيها الماركت ريفينيوز من سيمي كوندكتور والترندز او الترندز بتاعت الكومبانيز للخطوات السنه الجديده، وكمان التوقعات بتاعته للريفينيوز بتاعت السنه الجديده. ماشي كده؟ فمن هنا وجدنا ان في 2012 الماركت ريفينيو بتاع السيمي كوندكتور كومبانيز اللي بيضم من غير الفاب اللي بيضم فابلس واي ام كومبانيز هو 298 تريليون دولار، رقم كبير. مصر لسه بعيده عنه شويه، لسه يا دوبك بندخلين. احنا فين بالضبط؟ كذا شركه عملت سكسس ستوري في مجال مختلف شويه، من قريب شويه من الفي اس اي والامبيدد. عارفين باليو موجوده في مصر، هو سيتي سوفت اتباعت لامبيدد من سنتين، وفي كذا شركه ستارت اب بتتعامل مع كاستمرز كتيره بره، فيمكن مصر اكثر استقرارا في اتجاه الامبيدد. الفي اس اي لسه تكنولوجي ناشئه في مصر هنا، يمكن من ضمن الجامعات الانترستد في اللي هي تعمل ريسيرش في المجال ده هي ناين يونيفرستي. دي بتعمل ماسترز ديجري، بتدي منها ماسترز ديجريز في ديفرنت فيلدز منها الفي اس اي. فهو وفي ديفرنت ستارت اب كومبانيز بقى بدات كفابلس كومبانيز هنا في مصر بتقدم حاجات مختلفه. ممكن يكون في كاستمر خريجين للطب ديزاينز معينه، فالشركات هنا بتعملها له. في اكثر من شركه سيليكون فيجن، شركات موجوده على الفي اس اي جروب، سيل ماينز. الشركات دي كلها بدات تدخل في السوق بتاع الفي اس اي تبنيه هنا في مصر. الموضوع اكيد مش هيبقى سريع، بس ان شاء الله يعني بنامل يكون في سكسس ستوريز على مستوى الفي اس اي كومبانيز هنا في مصر في فتره قريبه ان شاء الله. بس الماركت مغري اللي احنا بنخش فيه، الارقام بتاعته كبيره جدا، او بالنسبه لمصر على الاقل كويسه. يعني انت ممكن لو قارنت حاجه زي كده بالدخل السنه في امريكا ولا حاجه ممكن مش حاجه، بس احنا عندنا هنا في مصر رقم زي ده رقم مهول. احنا لسه قايلين المخزون الاستراتيجي كله من الدولار عندنا في مصر كان 18 بليون دولار، احنا بنتكلم في 298 بليون دولار، يعني اضعاف الرقم ده كذا مره. مش كده؟ فهو الماركت مغري اللي احنا نبدا فيه وهنجيب فيه حاجات كويسه. هنا لو بنتكلم بقى عشان الموضوع بتاع السيشن بتاعتنا عن الاف بي ايز، لو بنتكلم عن الاف بي اي ماركت افضلوا ايه وسط السيمي كوندكتور ماركت؟ هنتكلم هنا مين على الريفينيوز بتاعت الفيندرز نفسها، الفيندرز اللي بتعمل الاف بي ايز. ليه بنعمل حاجه زي كده؟ عشان نقول ان الاف بي ايز بقت تستخدم وبكثره في الفتره الاخيره. تمام، احنا شايفين دلوقتي هو زايكس طبعا هو الشركه الاولى على مستوى العالم بقى لها كذا سنه. احنا بنتكلم في ماركت بريفينيو في 2012 4.98 يعني 5 بليون دولار، 5 بليون دولار دي تقريبا تلت المخزون الاستراتيجي بتاعنا. ف ستيل رقم كويس، ستيل ان الماركت برضه المغري اللي احنا بندخل فيه او الناس بقت تتجه اللي هي تستخدم اف بي جي ايز مش شرط تعمل ايزك. وبالتالي احنا كديزاين كومبانيز او فابريكس كومبانيز بيسهلوا علينا ان احنا نديهم ديزاين تستبل وبريفايد على الاف بي جي اي اللي هم في الاخر هينزلوا على الاف بي جي اي. تمام؟ او احنا نعمل اور اون برودكت، يعني احنا ممكن ندي البرودكت بتاعنا على اف بي جي اي، لان تكلفه لو اتكلمنا عن تكلفه الصناعه لستارت اب كومباني الموضوع بيبقى صعب شويه عليها في الاول. ستارت اب كومباني يعني كومباني لسه ناشئه او لسه بتبني صناعه في حاجه معينه او لسه اول ديزاين ليها، مفيش ربح مفيش ريفينيو بيد عليها قبل كده، فصعب اللي هي تخوض تجربه اللي هي تعمل ايزك في الاخر ممكن انت تتعرض للاسك ده ما ينفعش. فالاي بي جي
ثلاثة بريندرز. البيج اف بي جي بريندرز اللي عندنا في الاف بي جي مونوبايز وغيرها، دي شوية حاجات عنهم يعني. دي رانك نمبر 1 بقالها فترة ليس قصيرة، وغيرها نفس الكلام السيرفر نمبر 2. زي ام سي بي بتتميز بين الهاردوير بتاعها ك اف بي جي اي يبقى روبست اكتر من مش اكتر، بس هو يعني روبست يعني انا ممكن استغل او اعمل افيشنت يوز لكل السيلز اللي موجوده عندي عن طريق الهاردوير بوت بتاعي او الام سي بوت بتاعي. زي ما هنشوف كمان شويه السيلز بشكل عام ازاي. في 2010 زي ام سي بي بتاعها لوحديها 2.3 بليون دولار، وقتها كان 1.3